إذا مشاهدينا لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الاستديو رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم. أهلا وسهلا بك استديو الأخبار. أهلا. بداية يعني أصدرت اليوم مجموعة من القرارات نتيجة لاجتماع مجلس الوزراء، فأهم سؤال بفواز، شنو الهدف من قرار إغلاق أو تعليق الرحلات لمدة أسبوعين في الأيام المقبلة؟ بالفعل اليوم كان في اجتماع لمجلس الوزراء، واحنا مثل ما تكلمنا من قبل مجلس الوزراء في انعقاد دائم، تم رفع تقرير من السلطات الصحيه في دوله الكويت وبالاخص وزاره الصحه واللجنه الوزاريه المتابعه لمستجدات فيروس كورونا. الهدف من اغلاق مطار الكويت مع ليله جمعه فجر السبت هو إعطاء مزيد من الوقت للسلطات الصحية في الكويت المختصة في وزارة الصحة لمدة أسبوعين. هذا الأسبوعين مع تمديد الإجازة في القطاع الحكومي لمدة أسبوعين كذلك، الهدف منها هو إعطاء السلطات الصحية بالكويت دراسة الوضع الصحي. هناك تقارير صحية تفيد أن انتشار المرض أو حاضنة المرض من يومين إلى 14 يوم، فرأت وزارة الصحة أن تتمكن بهذه الطريقة من قراءة الوضع في دولة الكويت وإعطاء الفرق الصحية في دراسة الوضع بشكل أكثر وبتمعن أكثر. نعم، طيب الإجراءات هذه يعني طبيعية جدا واحترازية، لا داعي مثلا الخوف أو الهلع. في يعني نلاحظ أن كثرة التواصل وإصدار هذه القرارات قاعد تسبب نوع من الخوف تجاه يعني المواطن والمقيمين، فشنو ردك على هالسؤال؟ يعني الأمانة احنا كل القرارات قاعد ناخذها بجراءة كاملة. نعم، وهي تصب في مصلحة المواطن والمقيم أيضا. نعم، والحكومة مستعدة تتخذ قرارات أجرأ من كذلك من هذه القرارات. احنا نمشي وفق المعطيات اللي تقدمها وزارة الصحة. هذه القرارات بالنهاية هي قرارات احترازية وقائية، نهدف منها محاولة عدم انتشار المرض في دولة الكويت. هذا المرض ينتشر بشكل سريع حسب ما نشوفه في العالم، عدد الإصابات قاعد تنتشر بشكل كبير. أمس إيطاليا أعلنت عن عدد وفيات بشكل كبير، اليوم أحد الدول الخليجية اليوم ارتفعت عدد الإصابات بشكل كبير. محاولة مواجهة هذا المرض بأسلوب الوقاية، وهذه الوقاية علينا أن ناخذ قرارات، نحاول التجمعات الكبيرة أن نبعدها، نقلل من التجمعات. بالضبط، فمن تلك القرارات مثلا العمل، الخروج إلى الخارج، التجمعات الاجتماعية، تمادك الأندية الرياضية، المعاهد الصحية، اليوم تم اتخاذ وقف الأندية الصحية والأندية الرياضية، كذلك الجلوس في المطاعم. يعني احنا ما عندنا مانع أنك تذهب إلى المطعم ولك عدم الجلوس في المطعم. هذه الإجراءات الوقائية اللي قاعد ناخذها بناء على دراسات الفرق الصحية في وزارة الصحة، الهدف منها وقف انتشار المرض وعدم التواصل ما بين المواطنين والتقائهم مع بعض. مثل ما أنت عارفة أن الكويت تتفرد في بعض العادات التقاليد، السلام والدواوين والقعدات والخروج والتجمعات سواء في العمل أو خارج العمل. نهدف من هذه الجرعة الزايدة في وقف الانتشار هو وقف هذه التجمعات. مهم جدا وقف الالتقاء. الهدف نتطلب منكم أخذ الرعاية الصحية الكاملة، أخذ الإرشادات الصحية بشكل كبير، فنتمنى أن من تلك الإجراءات نحاول السيطرة على الوضع. نعم، الالتزام طبعا بحذافيره والإرشادات المتبعة طبعا من وزارة الصحة وجميع الجهات اللي قاعدين يوجهوننا للتعامل مع هذا الفيروس. بفواز، هناك أيضا نقطة بخصوص في حالة قلق نقول تجاه توفير المخزون الغذائي. الكل قاعد في البيت، الكل يعني أغلب الأماكن قالوا لا تروحون لا تطلعون، قللوا التجمعات، فصار هناك خوف شوي تجاه هذا الموضوع. بالفعل اليوم حتى قمت أسمع أخبار وأنا جاي استوديو الأخبار أن في حركة كبيرة على الجمعيات وعلى في المشكلة أن في كلام كثير وإشاعات أن سوف تغلق الجامعات، غير صحيح. سوف تغلق المطاعم، غير صحيح.
الأمر ما فيه، إحنا قاعدين نطلب أن عدم الخروج للخارج للالتقاء. أما المخزون الاستراتيجي الغذائي في الكويت مطمئن، جدا مطمئن. وزارة التجارة قائمة بكل واجباتها، هناك حركة الاستيراد كل موجودة، الموانئ، المطار، حتى لو تلاحظين تعليق المطار واستخدام المطار ما سكرنا الشحن، الشحن موجود قائم الشحن، الشحن الجوي موجود، الموانئ موجودة، المخزون الاستراتيجي موجود، المخزون الأدوية موجودة. فكل اللي نتكلم عنه إحنا الاطمئنان. والحكومة يعني من 3 أشهر من إحنا بدأنا في العمل هذا حاطين أمام أنصب العين أن العمل في المخزون والتوفر المخزون وقياسات المخزون وما هو المطلوب موجود. فأعتقد أن يعني من خلالكم أطمئن، يعني أحب أقدم رسالة اطمئنان للجميع أن المخزون في الجمعيات وغيرها من المخازن متوفر بشكل أكثر من 6 أشهر إلى سنة. طيب بالنسبة للرواتب، هل هناك تعطيل أو تأخر بالنسبة للراتب؟ لا أكيد 100% في موعدة. 100% رواتب سواء الموظفين أو المتقاعدين. يعني من ضمن الإجراءات اللي راح نتخذها أن يترك للوزراء في عملهم خلال المدة القادمة أن يطلب من الموظفين المختصين في مثل لهم رواتب في الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، مزاولة أعمال لهم. ف100% أنا أؤكد لك مرة ثانية، لا الرواتب راح تكون في موعدها، الفرق العاملة في الوزارات راح تكون أمام عملها، والميزانيات نفسها راح تكون موجودة، ولن تمس هذا الأمر. في هذا النوع من الظروف أبو فواز دائما يعني الإشاعات تأخذ نصيب كبير في أنها تلعب في نفسية المواطن والمقيم، خاصة عندنا السلاح ذو حدين اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي. فشنو النصيحة اللي تقدمها مفواز تجاه الرد أو محاربة الإشاعات أو المعلومات المغلوطة؟ شوفي خليني أكد لك مرة ثانية، الإشاعة أين تنتشر؟ تنتشر إذا كان هناك في فراغ من المعلومة، إذا كان هناك فراغ من المعلومة سوف تنتشر. ولكن أنا أؤكد أكثر من مرة ودائما أقولها، هناك حسابات رسمية لأغلب الجهات الحكومية، هناك متحدثين رسميين لأغلب الجهات الحكومية، فلا يوجد هناك فراغ في المعلومة، المعلومة موجودة في الحسابات الرسمية للوزارات. ندعو الجميع لمتابعة هذه الحسابات. أما قضية وخاصة اللي ينتشر بالواتساب، يعني ما أدري، يعني اللي أنا دائما أؤكد عليه أخسر المعلومة من مصدرها. بالضبط، في سمعت معلومة أفتح حساب الوزارة المعنية راح تلقاها، راح تلقى إذا ما لقيت في جروب واتساب عندهم حاطين جروب واتساب للاتصال راح يردون عليك. صار لنا سنة كاملة في مركز التواصل الحكومي نعمل مع الوزارات والجهات الحكومية لتطوير آلياتهم في التواصل مع المواطن في محاربة الإشاعة، في تحديد أسماء محددة في المتحدثين الرسميين للتواصل مع المواطن. فإحنا دائما نؤكد على في حال وجود أي معلومات التواصل مع الوزارات والجهات المختصة في الدولة. نعم، احنا نشكر جهودكم القائمة دائما على مدار الأسبوع والاجتماعات الأسبوعية اللي قاعد تصير بشكل يومي، قاعد تعقد لمحاربة هذا المرض وانتشار الفيروس والمساهمة في توعية أيضا المواطن والمقيم. كلمة أخيرة تضيفها أبو فواز. يعني ثقوا تماما، يعني أنا أوجه الرسالة لأهلنا في الكويت، ثقوا تماما أن الحكومة تعمل على مدار الساعة 24 ساعة موجود، في فرق حكومية موجودة في مجلس الوزراء تعمل على مدى الساعة. اطمئنوا بالنسبة للأكل والمخزون الأكل، بالنسبة للموارد المالية، الموارد الطبيعية كلها تحت تصرف وأعين الحكومة وقاعدة تعمل على مدار الساعة. اليوم كان في مجلس وزراء سمعنا على تقارير من جميع الوزارات، اللجنة الوزارية اجتمعنا اليوم الصبح، كان في اجتماع أمس، كان في اجتماع حتى قبل لا نترك. هناك عمل على مدار الساعة تم الترتيب لأغلب الاحتمالات ولأسوأ الاحتمالات. فالقضايا اللي تشوفونها مرات قد تكون جديدة علينا في البلد، صحيح هذه إجراءات جديدة وقد تكون إجراءات جريئة، ولكن الهدف منها هو وقف انتشار هذا المرض، مواجهة هذا المرض. فإحنا موجودين للعمل على مسيرة واحدة للمواجهة هذا المرض في تكاتفنا وتعاضدنا مع بعض. رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، شكرا جزيلا لك لإيضاحك لنا لهذه المعلومات اليوم في استوديو الأخبار. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا فاصل ونكمل بقية النشر.